اسعد الله صباحكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في اطلاله صباحيه جديده من صباح الخير الكويت. هذا البرنامج اللي يطل عليكم دائما وابدا في صباح كل يوم من صباحات الكويت الرائعه. صباحنا اليوم غير بعد ويكند، واتمنى ان شاء الله يوم الاحد يصير بروعه وجماليه يوم الخميس، خاصه اللي قايمين وما لهم خلق يروحون الدوام وبدايه اسبوع وشي ومتكسلين، نقول لهم شدوا حيلكم وقوموا الصباح حلو وفي البركه ان شاء الله يا رب العالمين. صباحك ورد عبد الله. صباح الخير عبد الله، ما له خلق عبد الله اليوم كلش. صباح الخير اكيد وصباح الخير على كل مشاهدين شاشه تلفزيون الكويت. يوم الاحد يقولون ما يحب احد، لكن احنا كل ايام الله جميله، كل الايام حلوه، نحب يوم الاحد نيله بكل حماس بعد ويكند اكيد جميل. فنصبح بالخير على كل المشاهدين، وعندنا اليوم مواضيع جدا حلوه، مواضيع شوي شي سوت شوشره اذا بنقول سوت اكشن ضجه بالويكند، عفستنا ما ادري نجيب عفس الدنيا ودخل الناس بحملات وصار خلها تخيس عسكم الله، وما قاموا يروحون سوق السمك وقاطعوا السمك، والناس اللي تموت بالسمك والزفر وخرت عن السمك والسبل الحمله اللي سووها ضد ارتفاع اسعار السمك يا عبد الله. نعم يمكن هذه حمله شعبيه، يعني كلها الكويت كاتفه وسووا مثل هذه الحمله مقاطعه الاسماك، وارتفاع اكيد الاسعار شوي كانت صحيح. خياليه يعني بالضبط. اذا بنقول فخاست والاسعار طاحت بالضبط. في اشياء بعد نبيها نسوي عليها حملات خلوها تخيس مثل شنو؟ انت ادري. اوكي حياكم الله من جديد، معانا في صباح الخير الكويت، واكيد معانا الدكتور طارق سنان اللي موجود معانا، البروفيسور المتميز اللي راح يحكي لكم اكثر واكثر عن الام الظهر، الام الرقبه، التدنيق اللي احنا ما نحبه وصرنا ندنق وسب التليفون، الايباد، اللابتوب، صارت عندنا خشونه، الرقبه قامت تعورنا، الظهر قام يعورنا صغار، ومنصدم من المرضى اللي يولى في اعمار صغيره ظهره يعوره رقبته تعوره، في حين هو اشتغل خارج الكويت وشاف ان هذه الامراض ما تجي الا لحق الناس اللي عمرها بالخمسين وتلش، فمشكله كبيره قاعد نواجهها ونعانيها، لكن في هذا الصباح الجميل راح يكون معانا ويعلمنا بعض الاشياء نتدارك من خلالها موضوع هذه الالم يا عبد الله. نعم اكيد ارحب باستشاري الاشعه التداخليه والام الظهر وبروفيسور في جامعه الكويت الدكتور طارق سنان. صباح الخير. صباح الخير، هلا هلا، شلونك عبد الله؟ ايش هذا ايش اخبارك؟ خلي لي اياك ويحفظك ويسعد صباحك، وان شاء الله قعده الصبح ما كانت ما بيتك اليوم. لا لا ما في مشكله، ما دام حق تلفزيون الكويت تعرف سبيشل، انا كثير من دعوات تيلي بس ما شاء الله علاقتي معاكم ومع الفريق معكم ما نقدر نقول لكم لا في اي وقت، احنا حاضرين. تسلم وخلي لي اياك. شايل سمكه كان الدكتور على طول مندش على الموضوع السمك. صايد اكبر هاموره؟ ايه انا عندي يعني شويه ريكورس، عندي اكبر هامور بالكويت، الصوره موجوده على الشاشه، إيه اول بعمان وهم في عمان بجزيره مصيره اكبر سمكه حمامه، اي ما شاء الله، اللي يسمونه بالانجليزي امبر جاك، انا اغوص واصيد بالمسدس، هذا احد هواياتي المفضله يعني. يعني سمك خلينا نقول، وتحب الزفار وتعشق هذا النوع من الاكل. السمك يعني هذا شيء اساسي. صحيح. اوكي يعني انا بالاسبوع ثلاث وجبات سمك ثلاث ايام. وايد حلو. هذا ورثته من ابوي. ثانيا مفيد صحه. طبعا. تشوفون طبعا انتم الحين على بالكم واحد قدامكم قاعد عمره 20 سنه. اي ما شاء الله. ما تدرون الحقيقه ان انا عمري 50. اي العمر كله. هذا من السمك ترى، كله من السمك. القلب صار خضر والصحه اوكي، يصير العمر صغير. الا يمكن دكتور هالاسبوع، هالاسبوع اتوقع ما كان السمك نصيب. ماكو، فانا فكرت اصلا على هالسعر هذا الكيلو ب 15 دينار، واذا واحد بيشتري سله قص تذكره ويروح يسافر يا مصر شرم الشيخ ولا لبنان، يروح ياكل سمك هناك ويرد ارخص له. اتهقى يعني؟ والله ارخص، ارخص الكيلو ب 15 دينار، ارخص له منها سفره ومنها ياكل سمك، فانا مع حمله مقاطعه الاسماك نستحمل شوي. بالضبط. امس معزومين عند ابو عبد الله الحيدري، ابو محمد الحيدري، عاده سمك حاط لنا شو اسمه تيوس لحم. غير مره واحده. مع المقاطعه. مع الحمله، لكن احنا نجيب القحطاني مراسلنا والمذيع المتميز اكيد كان في سوق السمك دكتور وعفسهم ذاك اليوم وخالف بسطه كامله ويت البلديه وشالت اللي عندها كله، سوى هذه الضجه ولقينا ردود افعال وايد طيبه. نعم. يمكن معانا اللقطات دكتور اللي تحكي هذا الموضوع، فعلا يعني قاموا يضربون بالاسعار يمين وشمال على بان الناس حابه السمك وخير الله كله عندنا في البحر، فبالتالي انه لابد انه يكون في شوي خضه
حق تجار السمك حتى يكون هناك اعتدالية في عملية لا بس جزاها الله خير لأن فعلا فعالة يعني أنا يعني كل ما عارفي وأصدقائي فعلا يعني قاطعوا يعني شاركوا في المقاطعة وفي خلال يوم واحد فرق الكيلو من 15 دينار إلى 7 دنانير صحيح فأنا أنا مع استمرار بش اسمه يعني شوف السوق يمكن فاضي يعني معانا هني على الشاشة أمس كانت هذه الحملة الشعبية طبعا الاتحاد الكويتي صيادين الأسماك أعلنوا أنهم يعني إخلاء مسؤوليتهم من ارتفاع الأسعار الجنوني وأنهم بس مهمتهم أن يوفرون يعني السمك والغبيان الطازج يوميا بالكويت صحيح. لكن الحملة الشعبية هذه اللي صارت أكيد وكل أهل الكويت كاتفوا عشان هذا الموضوع الجميل وفعلا جابت نتيجة صحيح. والأسعار انزلت وبعد ما ادري اذا بيكملون في هاليومين ولا خلاص راح تقعد لا ان شاء الله ان شاء الله تخلص لان احنا في يعني موضوعنا بالنسبه لعن الام الظهر والعمود الفقري والعظام السمك وجبه رئيسيه اساسيه لان يحتوي على مغنيسيوم وعلى كالسيوم وهذا جدا مفيد خصوصا للنساء اللي يمنع الهشاشه صحيح فنتمنى ان احنا ما تكون مقاطعه طويله بس مقاطعه لغايه لما الاسعار تصير زينه حلو صحيح. يمكن دكتور قبل شوي تكلمت عن الهوايات الموجودة عندك وإحنا يعني في فصل الصيف وعندنا يعني جدا هواية جميلة لكن على ذكر الغوص وهالأمور صارت لك حادثة شيء خطيرة شوي مع الغوص تذكرها ولا لا وايد وايد حوادث أنا أدري أي واحدة تتكلم عنها وايد في واحدة اللي شبك وحاولت تطلع منه هذه كان وقتها معي الشيخ نواف جابر الخالد وزير الداخلية السابق كنا كان صديقي في الغوص وهم من يحب يصيد بالمسدس فاحنا كنا نغوص عند ابار النفط حلو اوكي طبعا ابار النفط الخاليه اللي في ابار عندنا خاليه تكون مدمره فيتجمع عليها السمك خصوصا مواسم معينه ما انا قايل لكم المواسم عشان ما نروح المواسم هذه تتكاثر الاسماك بتصير كثره جنونيه بس هم الصيادين اللي هم الكرافات مالت الشبك اذا اخترب عندهم الشبك وما طلع يقصونه ويقطونه صح صحيح اوكي وفي مره نزلت اوكي يعني نزلت سيده من طراد لاسفل الاويل ريج وصادفت سمكه كبيره اسمها امبر جاكت يعني اخذت مني مجهود كبير على اساس على السيطرة عليها تحت يعني كانت اطول مني السمكه صحيح اوكي وانا طالع اوكي اكتشفت انه وانا طالع انه انقطع الاكسجين خلص الاكسجين عندي فجاه لقيت نفسي في نص الشبك والشبك محاوط عده الغوص وعده الغوص عده معقده فيها صح. عده اشياء طالعه منها صحيح. فاذا انت مسكت فيها كانه سمكه مسكت بالشبك فصرت انا كني سمكه مصيوده يا ساتر فتخليت على الاجهزه كلها ماكو اكسجين ماكو هواء يعني الحمد لله التفكير السريع صح. قال لي انه قط كل شيء صح اوكي اول شيء اربط السمكه اوكي بعد ما تربط السمكه قط جاكيتك قط ملابس الغوص العده كل شيء وطلعت يعني من الشبك من العده من لبسي سباحه الى الاعلى نعم. يعني الحمد لله يعني كانت ثواني هي يعني يمكن فرقة ثواني بين الموت يعني. هذه الفرق بين الواحد عارف شلون يتكيف مع الوضع شلون ينقذ نفسه والواحد اللي ما يدري وما يعرف يمكن كان غرق إيه للأسف في أعتقد من سنتين شخص توفى في مياه ضحلة صح. أوكي وما كان في حوله أي سبب غير إنه يعني يؤدي يعني ما صارت مشكلة غير إنه هو ما كان عنده خبرة لكن الحمد لله أنا عندي أكثر من 1000 غوصة يعني يعني شفت كل شيء وفي كذا دولة من المكسيك إلى شرم الشيخ شوقت الغواصين الحين يروحون يغوصون أكيد في صورة معانا سعود عطنا يا هذه شنو اسمك دكتور إيه هذا اسمك هني بالكويت يسمونها حمامة بس حمامة طبعا بالكويت ما في حمامة العجمة هذه في جزيرة مصيرة في عمان أوكي وبالإنجليزي اسمها أمبر جاك هاي طبعا من الأسماك القوية جدا لأن عضلة العمود الفقري مالها جدا جدا قوية. اوكي يعني لما تسبح جدا قوية فصيدها يعتبر صعب لأنك كذلك يعني حتى بعد ما ترميها هي قوية انك تسحبها وتحاول انك انت تضمها فالصيد مو مجرد انك ترمي السمكة شلون بسرعة انك توصل لها صحيح. في اسرع وقت وتوقفها عن التنفس في اسرع وقت عشان تقدر تتحكم فيها وتطلع فيها
هذه واحدة من الأسماك. طبعا أنا عندي في تليفوني، يا ريت كان تليفوني معاي. تو الشباب يقولوا الحين أن الموسم في شهر 10، فقاعد يعزمونا شباب عمان، أوكي، ودازل لنا صور الصيد، أوكي، حرة طبعا احنا ما نشوف الأشياء هذه عندنا هنا، وصور الطبخ شلون طبخ. احنا شو نسوي يعني لما نروح عمان نصيد السمكة على طول على المطبخ، تتنظف تنطبخ بوقتها وتنوكل، يعني أكثر شيء فريش. نعم، يمكن الحين مشاهدين ويانا مستمتعين بهذا الحديث معك دكتور، طلعنا يمكن موضوع آلام الظهر ورقبه وهالأشياء، وتكلمنا بمواضيع جدا جميلة. طبعا كل هالتمارين أو في تمارين رياضية معينة تساعد على علاج هذه الحالات اللي تكلمنا عنها. نعم. لكن بنطلع نشوف معنا فقرة رياضية ونرجع نكمل أكيد معك ومع الكابتن عبد الله العوضي، ونرجع وياكم في صباح خير كويت. اتوقع الناس شربت قهوتها وحمت شوي برياضه مع الكوتش عبد الله، وعاشوا شوي جو رياضي ساخن. مع الرياضه نرجع حق دكتورنا حتى يحكي لنا اكثر حول الرياضه وفائدتها حق الظهر، حق الرقبه، حق العضلات بشكل عام والجسم بشكل كبير، حتى ما نشوف عنده صغار في السن وياين ظهري رقبتي كتفي ايدي ما ادري شنها، وهذه سوالف خلوها لبعدين، ايش خلوه حق الخمسين؟ ها بالضبط، يمكن توازن الجسم يعتمد على العمود الفقري دكتور، لكن اسفل الظهر خاصه هذه المنطقه من اكثر المناطق اللي تصير فيها المشاكل. في اكيد تمرينات رياضيه معينه تساعد على العظام، الحفاظ على الجسم، اذا نتكلم عنها شوي. اولا الفرق بين المشكله عندنا بالكويت وبين الدول الاوروبيه وين ما كنت اشتغل، ان عندنا هنا مشكلة الخمول. صحيح. أوكي، يعني تلاقي الواحد حتى مثلا لو يبي ياخذ من البقالة بطل ماي يوقف عند البقالة يطق هرن يطلع له، ما ينزل حتى يمشي هالخطوة هذه. طبيعة المشي يقول لك مثلا، يعني كثير من المرضى يقولوا لي لا احنا نمشي، احنا مثلا نروح السوق، نروح المول، نروح هذا وتمشى. المشي للأسواق مضر وليس مفيد. المشي المفيد هو المشي الرياضي اللي هو باستمرار على نفس الوتر، أوكي، لمدة على الأقل ساعة. ثاني شيء التمارين المائية اللي داخل حمام السباحة، أوكي، سواء ترفع رجلك كأنك قاعد تسوي تمارين برا الماي بس تسويها داخل الماي، هذه أكثر شيء يأثر على يعني يعالج مشاكل الظهر. أسفل منطقة أسفل الظهر خصوصا المنطقة القطنية ما بين الفقرة الرابعة والخامسة وما بين الفقرة الخامسة والحوض هي أكثر منطقة تحمل ثقل أو وزن الإنسان. 70% من وزن الإنسان يتركز على هذه الفقرتين، عشان كذي 99 من المرضى اللي عندهم انزلاق غضروفي يكون في الديسكين هذيلة، اوكي، الانزلاق الغضروفي لانهم شايلين الحمل. فاذا انت زدت الحمل سواء بزياده الوزن او عدم تحريك انك تلين العمود الفقري، يعني المشي هو مجرد يلين، لان المشي الناس ما تدري على بالهم ان لما يمشي ان مركز الثقل هو في النص، لا، هو لما يمشي ينتقل مركز الثقل من نقطة إلى أخرى، صوبين. فما ما يصير في نص العمود الفقري. صحيح. كذلك نقول لهم الناس اللي يشتغلون في المكاتب، أوكي، وهذا في الدوائر الحكومية، ويعني حبينا إن إحنا نسوي شيء إعلامي للناس هذي، لأن اللي يقعد على مكتبه 8 ساعات أو 9 ساعات 10 ساعات هذا أسوأ شيء لأسفل الظهر، لأن أنت قاعد في مكان واحد ومخلي الثقل كله نازل على الديسكين او الغضروفين هذيلا. الافضل شيء هو ان كل نص ساعه تقوم لو تحرك لو دقيقه دقيقتين، اوكي، وترجع. هذه تمارين بسيطه. صحيح. اللي يشتغلون طبعا على اللي قاعد على المكتب قاعد يشتغل على كمبيوتر. في ناس وايد تشتغل على لابتوب على ديسك على لابتوب عفوا. اللابتوب يؤدي الى انحناء الرقبه. صحيح. لفتره طويله. اوكي. خصوصا هالايام استخدام الواتساب والتليفون، اوكي، لفتره طويله يؤدي الى انحناء الرقبه. هذيلا اكثر شيء يضرون في الرقبه ويسببون انزلاق غضروفي ويسببون الام للرقبه. صحيح. اوكي، فاحنا انا اقول لهم خلوا التليفون فوق، واللي يبي يستخدم يستخدم ديسكتوب ما يستخدم لابتوب، ويحاول دائما حتى اذا يبي يقرا لفتره طويله، اوكي، يقرا وهو نايم او انه يحط له ستاند ويقرا. المشكله اللي بالسياره بعد الحين اللي قاعد يسوقون سياره بيد وماسكين تليفون هم كذي هم يرفعون التليفون شوي فوق. لا معروف يعني طبعا بالامور انه
المفروض انه يعني الكويت كلها هالكبرها بالضبط. أيوة يعني كل اساس ان الموضوع غلط. فتخيل هو هم لا تراسل لا تسوي. اي والله صح. طيب دكتور، يمكن قلت شغله ان الرقبه على طول لما تكون منزلها الانسان نفسه وهو قاعد يستخدم اللابتوب او يستخدم الايباد او التليفون او whatever، تكون كثره النزله مالت الرقبه لما تردها تحس بصوت. نعم. هذا الصوت سبب انه خفت الماده ولا انه شيء قاعد يحك بشيء من الرقبه ولا شنو القصه؟ لا، هذا نفس الصوت مال الاصبع. ايوه بالضبط. اوكي، هذا صوت الاصبع هو عباره عن انزلاق مفاجئ ما بين في داخل المفصل، لان داخل المفصل فيه ماء او ماده مثل زيتيه، فالماده الزيتيه تنزلق بسرعه، لان لما تقعدين فتره طويله بالرقبه منزلتها فتره طويله الماء يتعود يقعد في مكان واحد، فلما تردين فجاه انزلاقه هو يؤدي الى الصوت. لكن هذه مو علامه خطره وليست علامه لها علاقه في اي شيء، يعني هذا قد تكون عاده، يعني كثير من المرضى بالنسبه لهم عاده مو مرض. الحمد لله، هذا شيء طيب ويبشر بالخير، لان انا قاعد احسب هالشغلات ساعات، فمن كثر ما اوسوس في الموضوع فقاعد اقول شنو بالضبط اللي قاعد يعني رحتين عشان رقبتي. ان شاء الله انيك على الخير يا رب بعيد، علشان بصراحه بيني وبين المستشفيات وسواس. الحكي ما يوكل عيش، ما يحط بفلوس مخابين فلوس. ها، ان شاء الله يكون خير والله على الصحه والعافيه، تشافون كل المرضى. تعالوا عبد الله اسوي لكم باكج وزين، ونفحصكم من فوق لتحت، ونعطيكم نصائح وارشادات وكل شيء، وما راح اخذ عليكم 50%. دكتور عن كذا بي على موضوع هشاشه العظام، يمكن وايد منتشر موضوع بالكويت، حتى يعني تعرض للشمس يقول لك يعني فيتامين دال اكيد تعرض للشمس، لان الموضوع يساعد على الحفاظ من هشاشه العظام بالمستقبل. شنو ابرز يعني مشاكل هشاشه العظام عندنا بالكويت؟ طبعا كذا لك نفس مقارنه في اوروبا وفي امريكا، عندنا هشاشه العظام تي مبكره عن الدول هذه، مع ان عندهم الشمس اقل من عندنا. صحيح، هذا الغريب. لكن تعرض المراه عندنا بسبب الحجاب او النقاب اقل، حتى لو مو بدون الحجاب والنقاب، هناك فتره الصيف كلها قاعدين على البحر وبيتش معرضين الجسم كله، يمشون وايد. يمشون وايد. كل ما هذه صحيحه 100%، المشي وايد في الشمس يعرض الجسم لبناء الفيتامين دال، فيتامين دال مع الكالسيوم يبنون العظم ويقللون من نسبة الهشاشة. نسبة الهشاشة عندنا بالكويت كبيرة جدا، وعلاجها معقد جدا. صح. ويحتاج من المريض أن يلتزم مع دكتورة أن كل 3 أشهر يروح عنده ويسوي فحص ويشوف الهشاشة. لكن عادة الهشاشة تكون عند الحريم الكبار بالسن، ما يلتزمون. صحيح. إن شاء الله. الهشاشة جدا خطرة، لأن ممكن كحة أو مجرد أن المريض يبي يقعد على الكرسي تنكسر الفقرة. واو. يعني هذا كثير عندي من المرضى، جاي يقول ما سويت شيء، مجرد قعدت، مجرد كحيت، حسيت عوارض ظهري، وصار الحين أسبوعين مو راضي يروح، سوى شعر تلقى أنه في عنده كسر. بس مع يعني لأن العمود الفقري هو جزء معقد في الجسم. صحيح. لكنه هو من الأكثر الأعضاء اللي أصبح في لها أجهزة ومعدات وطرق. صحيح. علاج حديثة قاعدة تتطور بسرعة دكتور، اللي هي تخصصنا إحنا الأشعة التداخلية. كلامك متمم، منها هذه إبرة الليزر اللي حكيتني عنها تحت الهواء. نعم، في إذا كان معظم يعني أكثر أسباب الألام الظهر هو الانزلاق الغضروف. الانزلاق الغضروف يعني سهلة على المشاهدين، نقول 3 درجات، خفيف متوسط قوي. إذا كان خفيف مجرد العلاج الطبيعي مع السباحة والرياضة وشوية مسكنات أول كم يوم كافية. إذا كان متوسط فهو يحتاج إلى طبيب أشعة تداخلية مثلي، متخصص في تصغير وتحجيم هذا الديسك، ويكون تصغيره وتحجيمه بدون عملية. أوكي، نستخدم إحنا جهاز الأشعة التداخلية عشان نشوف العمود الفقري، نقدر ندخل إلى منطقة الخلل. أوكي، نشغل جهاز الليزر أو نشغل جهاز الحراري، مما يؤدي إلى انكماش الديسك. أوكي، فيبعد عن العصب فيروح الألم. إذا كان الديسك طبعا وايد قوي، لا ننسى دور الجراحين، لهم دور. صحيح. كبير، فكل واحد لا دور. بس مثل ما كنا قاعد نتكلم برا أخوي عبد الله اختي غادة، أن المرضى أنواع. أوكي، من يسمعون كلمة إبرة في ناس تقول يلا الحين
خلاص الإبرة نص ساعة وبطلع بمشي وما راح يروح مني الألم يلا أوكي. أقول له يلا وفي ناس يقول إبرة انحش أسوي عملية ولا أسوي إبرة صح يكون لهم خوف من أقعد بالألم ولا أسوي إبرة ليش الإبرة أسوي شلل يا ابن الحلال هذا الحكي مو صحيح علميا غير صحيح لان النخاع الشوكي يقف عند الفقره 12 بالظهر وفي تحته خمس فقرات اخر شيء الفقرات اللي هي يكون فيها الخراب ففي مسافه كبيره بينه وبين النخاع الشوكي فلا يمكن لو تجيب واحد عمي لا يمكن انه يسبب بس شيء قنع ماكو فايده خلاص هو مقتنع مقتنع بفكره يبي يطبقها لا يبي الباب هو الحين هو يبيني يخلص حكي على اساس يمسك الباب ويطلع يمكن دكتور الحين يعني تكلمي عن هذه الآلام مشتركة بين الرجال والنساء لكن في آلام خاصة بالرجال أو النساء تختلف خاصة بآلام الظهر؟ هو معظم آلام الظهر في النساء والرجال تتشابه ما عدا اللي هو الهشاشة لأن هشاشة العظام تكون أكثر عند النساء أوكي خصوصا بعد فترة الطمث وش اسمه لأن والحمل والولادة هذه بعد لا بعد الطمث أوكي لأن الهرمونات تتغير أوكي الهرمونات هذه لها دور في اكتساب الكالسيوم والفيتامين د فتؤدي إلى الهشاشة فالمرأة هي أكثر عرضة للهشاشة والكسور من الرجل اخترعناها شلون طمنها المرأة الحين اخترعت خافت من هذه الآلام والهشاشة لازم تاخذ إبرة إيه لازم تمر بالعيادة كلهم لازم يمرون بالعيادة كلها لازم تجينا بالعيادة عادي ترى كشنا بسيط خفيف لا سجلنا المفروض هو أن تحافظ يعني ثقف نفسه الحين عندنا الانترنت صحيح كثير معظم المرضى اللي يوني أساسا يكون قاري كل شيء بالانترنت صحيح. وعارف بس يبي يطمن أكثر ويعني يبي يطمن من الدكتور لما يواجه الدكتور يشوف الدكتور واثق من كلامه ولا مو واثق من كلامه كم عملية سوى من متى وهو يسوي هالعمليات عشان شيء عند الدكتور بالنسبة للنساء احنا نبي نقول لهم انه يتابعون مع طبيب الهشاشة ياكلون الأشياء اللي هي فيها كالسيوم وايد مثل عندك الحليب والأجبان الكبدة هالشغلات كلها شغلات تساعد على أن تقلل الهشاشة حلو يمكن أنا معي كتاب دكتور طارق علاج ألام العمود الفقري من غير الجراحة يعني عشان تقوون نفسكم من الوصول لهذه المرحلة الله يحفظكم يا رب العالمين ما عليكم إلا تقرون وتثقفون مثل ما قال دكتور طارق حتى تعيشون بسلام مع نفسكم ومع جسمكم بشكل طبيعي بعيد عن أي آلام ومشرط الجراح وإبرة الدكتور طارق بعيدا عن هذه الأمور إن شاء الله وتعيشون بسلام يا رب العالمين هم في رياضة وهم في سينما عندنا بس ذرنر مع نيكولاس كيج الرائع نجم هوليوود عطنا اللقطات منه وشوقنا اكثر يا سعود شكرا دكتور حياك الله دكتور نورتنا شكرا لك احنا راح نتابع هذه الفقره مع السلامه